طيب السيد الصدر يريد، ماذا يريد بجلسة حوارية؟ يعني يريد يبين للناس بأنه هذه المرة هو يعني أخاف هناك من متردد من الالتحاق بي بأنه لن يتراجع، ويريد يبين للناس بأنه جاد فعلا بالإصلاح، وهذه جزء من بعث رسائل بأن الحوار يجب أن يكون علني وشفاف لكي يعلم الشعب، أم يريد إحراج خصومه، أم هناك يعني فتشي خصوصا وإحنا في موسم التسريبات لا يريد الدخول في موضوع التسريبات؟ نعم، يعني أنا مثل ما قلت لك هي ما تعدو كونها أكثر من تعرية الجانب الآخر وكشف ربما ملفات فساده إخفاقاته في الدورات بالجلسة السابقة. الحوارية اللي المفروض نعم نعم، يعني هو شو يريد يقول غير أنه أكو ملفات فساد، أكو أخطاء، أكو أخطاء كارثية؟ لا أنا أقول لك شنو المثل يريد أستاذ علي، هو يعني اليوم إذا تسمح لي مو على مود أفسر السؤال. نعم، يعني اليوم التيار الصدري أو التيار الصدري جمهور الإطار وأعضاء الإطار اتهموا بأنه مشارك بالحكومة من 2003 إلى اليوم، وهذا صح. نعم، هو مشارك، ويتهموا يقول لك إذا كان أكو فاسدين فأنتم جزء من الفساد، إذا كان هناك فشل فأنتم جزء من الفشل. السيد الصدر يمكن مثل ما يرى البعض بأنه يريد أن يقول هذه المرة أخاف اتهموني، فهذه المرة لن أهادن ولن أتفق وسيكون كل الحوار علني أمامك على رأسي. بس هل ما يقولها بالمناظرة؟ أنا اليوم من أتناظر وياك، إذا أنا في شعبتي شيء عليك، ملفات، أوراق، إخفاقات. أما هو دائما يقول إذا أريد يتحدث كما تتصور يتحدث عبر الإذاعة، عبر التغريدات، أما مناظرة هو طلب مناظرة مع الجانب الآخر، مع القطب الآخر. إذا هو راد يكشف بعض ما خفي عن الجمهور من جهة، وقلت لك أنا كما قلت، ولكن هي بالعموم هي ما راح تقدم لنا خطوة إلى أمام. إحنا اليوم ما تصير، يعني أنا راح يجوز الطرف الآخر راح يرفضها باعتبار يقول لك أنا ما أريد أدخل في مساجلات وأدخل في مناجزات وأدخل في شيء. إحنا اليوم في طور، هاي حلول ترقيعية، إحنا اليوم نبحث عن حل جذري. يعني أنا أشبه لك الحالة اللي يصير بيها وحتى خطوات الإطار، أنا مو أقصد على التيار، يعني مثل واحد يشكو من ألم المرارة ويأخذوا له سونار ويشخصون أكو المرارة مليانة حصى، ويروح يجي طبيب من أطباء الصدفة مثل ما سياسيين الصدفة ويجري له عملية يرفع له الزائدة، يعني ويفتخر بنجاح العملية باعتبارها. وهو إحنا حالتنا الدنمور بها ترى نفس الشيء، يعني إحنا هسه مدى نبحث شلون نخرج من عنق الزجاجة كما تسمى، شلون نخرج من هاي الأزمة. وأنا على يقين هناك المعسكرين اللي يسمونها الأقطاب المتنافرة، القطب يريد وبإلحاح أن يقيم جلسة برلمان ويمضي إلى تشكيل حكومة، والقطب الآخر يريد حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، رغم أن الخطوتين مردودها سلبي على الواقع العراقي. إذن اليوم الحل مغيب، إحنا الآن في طور مشكلة ربما ما نقول لا توجد لها حل باعتبار أن السياسة فن الممكن، ولكن هي في حد ذاتها أزمة، وأزمة خانقة. طالما عجزت الأطراف الداخلية عن حل المشكلة، وأنا قرأت هذا من خلال جلوس السيدة بلاس خارت ضمن الحوار الوطني. نعم، هو حتى تسميته صارت غلط باعتبار الحوار الوطني يخص أبناء الوطن. بلاس خارت اللي عليها ألف علامة وعلامة من هذا الطرف وذاك، هو الحوار الوطني غير يكون أكو سلوك وطني. أحسنت، إحنا اليوم عندنا خلل بالسلوكيات، عندنا خلل في شرف الخصومة، عندنا خلل في كل ما تقدر تسميه شيء صحيح. زين، طيب هي سيد بلاس خارت شنو قدمته؟ إحنا نعرف المأزق اللي وقعتنا به بلاس خارت وأرادت أن تشعل فتنة، بس إحنا يبدو العراقيين أو السياسيين العراقيين لديهم ذاكرة سمكية، نسوا موقفها السلبي بعد الانتخابات من كانت تروح للإطار وتقولهم لديكم أدلة دامغة على أن الانتخابات منزورة، هاي معروفة وتحدثنا بيها، وتذهب للتيار وتقولهم ثبت علميا بأن الانتخابات كانت نزيهة وأنتم أصحاب الحق، وكادت تشعل فتنة. سيد العزيز ما يخفى الدور السلبي للأمم المتحدة وبقية الدول، لا أحد يريد خيرا بالعراق. يعني قلت بس احنا شنسوي؟ وصفت هذه المرأة بأشنع الأوصاف، ثم يعني عادت صديقة، ثم عادت عدوة، ثم هو عادت ليش صديقة. يعتمد على ما بيحظ له هو، لأنه أنا ما بيحظ منصب رسمي، حتى مو منصب رسمي. ليش أنا ما كنا في، وأعتقد إحنا عبر برنامجك حكيناها، قلنا مو من حق العراق أن يقدم باعتباره بلد ذو سيادة بتبديلها بتغيير شخصيتها. هاي كانت تأخذ منصب وزير، تشغل منصب وزير، والعراق ما يطالب كل شيء. أحطيك مثل، العراق صار له 10 سنين يريد يسوي بطولة كأس الخليج بالبصرة، ما يخلوا يبدل مبعوثة أمم متحدة. بعد أنا عشان أنا متمسك بهيك، وليش بطيهم حجمهم؟ وليش بطيهم حتى يعترفون بي؟ حتى يعترفون بي؟ إحنا هسه أكو ناس، يعني أكو بعض الشخصيات يعني
تشوف نفسها يعني اكو هوايه على المنصب او المنصب هوايه عليه، فتريد اعتراف دولي. والله اعطيناهم اكثر من حجمهم. طيب استاذ ياس،